اغنيه صاحبه صاحبي مسك الالوان ورسم على الحيطه. كملها لك اغنيه رسمها لك اغنيه طفوليه جدا رائعه. احنا الكبار حبيناها قبل يعني الاطفال الصغار. انا حبيتها طبعا عشان ولادي طول النهار بيغنوها وبيسمعوها بتاع ورسم على الحيط وبتاع الموضوع فيه طفولي بس حلوه فعلا جدا يعني. طيب شخبط بدينا بها البرنامج. شو الخبر يا احمد؟ الخبر انه نانسي عجرم معشوقه الكبار والصغار زي ما بنقول هي اختارتها اليونيسف سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأجمل ما في الموضوع أنه معشوقة الكبار والصغار كما قال أحمد نانسي عجرم صرحت بعد تسميتها أن عمل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة كان يثير اهتمامها منذ طفولتها والحلم تحقق أن تنضم إليها وهي أم. يعني هذه بداية